كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. كانوا يحبون الخير. كان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، كان شريرا. أكره السنافر، سأقضي عليكم، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتتم لربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر. هذا أسوأ موسم جفاف منذ وقت سنفوري طويل. الحرارة تجفف دماغي كما تجفف ملفوفاتي. على الأقل لا يمكن أن يسوء الوضع أكثر. يا له من يوم، سوف أذوب. نعم، الحر يمنعني حتى من النوم. والأسوأ أنه يمنعني من الأكل تقريباً. أعرف كيف سأغلب هذا الحر. سأصنع إبريق من شراب ثمر السنافر ولن أتشاركه أبداً مع أحد. أو لا، لا ثمار سنافر، وهذا يعني أنه لا عصير ثمار السنافر. إذا نجحت هذه الخلطة سأكبر غيمة صغيرة لتصبح كبيرة، عندها يعود المطر إلينا ثانية. اهدأ اهدأ، توقف قليلا. مهلا، توقف توقف. لو أستطيع الوصول إلى الجذور الجني. حسنا، خلطة التكبير نجحت فعلا، سنستعملها الآن على الغيم. واو، هذه الخلطة سوف تسنفر ثمر السنافر الكبيرة بسرعة. سوف أخلط الآن قليلا منها فقط. أوه قوي، لطفا منك أن تزيل هذه الحجارة الثقيلة من حديقتي، وخصوصا في هذا الحر. أنت قوي جدا، لو فعلت هذا بنفسي لكنت نهار. إلى اللقاء. عصير ثمر السنافر سيصبح حقيقة بعد قليل وسيكون لي. علي الآن أن أحضر المزيد منه. هاي، ماذا حصل؟ ربما الحرارة هي السبب وأنا أحلم. هذا ليس حلما، بابا سنفور. والآن كيف أفعل هذا؟ نقطة من فتات الطرخشقون ولمسة من عرق ضفدع الشجر. سنفور بحياتكم. بابا سنفور، بابا سنفور. أحدهم قادم. بابا سنفور، هذا أنا قوي، افتح لي. قوي، لا حاجة إلى كل هذا الضجيج. إلا كبير كبير كبير. إنه وحش. بسرعة مفكر، أين بابا سنفور؟ عليه أن يساعدني. كنت أرتاح عند سفع تلة ثمر السنافر تلة ثمر السنافر؟ نعم، وفجأة نزل علي شيء ما شيء؟ مثل المسحوق؟ نعم. وعلي أن أخبر بابا سنفور حتى يعيدني إلى حجمي الطبيعي. مهلاً، لا داعي إلى إخبار بابا سنفور. ها؟ انظر حولك قوي، تستطيع الآن القيام بأعمال لا نستطيع إلا أن نحلم بها، صحيح؟ صحيح. أنت أقوى السنافر في العالم. هاي، هذا صحيح.
أستطيع رفع كل الحجارة من حديقة سنفورة بلحظة. لا يا قوي، مهلا، حديقتي. لا تقلقي سنفورة، هذا ليس بالأمر الصعب حين أكون سنفورا كبيرا. ولكن مفكر، كيف بدأ كل هذا؟ في هذا سر غريب، أليس كذلك؟ والآن يا سنفورة، ما رأيك بهذا؟ لا، هذا بيتي أنا. يبدو أنني أجهل مدى قوتي. من الأفضل أن نختار بابا سنفور. مهلاً، بابا سنفور ذهب في عمل مهم، ويجب أن لا نزعجه بهذه المشكلة الصغيرة. وهل هذه مشكلة صغيرة؟ والآن سأفعل شيئاً لطالما تمنيت فعله. أنا ذاهب لأمسك بشرشبيل. لا قوي، انتظر. أرجوك لا تفعل هذا قوي، شرشبيل خطير. لم يعد كذلك، سوف يلتقي بند له. أنا إياكم أن تسنفروا وتقلقوا، أعرف تماماً ما أفعل. هذا يكفي، أنا ذاهبة لإحضار بابا سنفور. نعم، هذا يكفي. هيا بنا. لقد صنعت وحشاً. أكره هذا الطقس، إنه مشمس ومشرق. في هذه الأيام يكون السنافر القذرون يمرحون كثيراً. لو أضع يدي على أحد هؤلاء التعساء الصغار لألغيت الفرح عن وجهه الأزرق الصغير. أفلتني يا دماغ الفار، قلت لك ألا تقاطعني عندما أكون غاضبا. هذا لابد من أنني أحلم. هذه نهاية المطاف يا شرشبيل. سنفور، قد تكون كبيراً لكنني ما زلت أكبر منك. وين يكن؟ لقد أمسكت بك. أيها المغرور الصغير، الصراخ لن يفيدك، لذا وفر طاقتك. سوف أخذك إلى القرية كسجين لي. هذا ما تأخذني إلى قريتك؟ لقد سمعتني، والآن سر. لقد أمسكت بي، لذا أرجوك أن لا تؤذيني. ليتني أفلتت منه قبل أن يأتي بالكيس الكبير عن الجدار. الآن أمسكت بكليكما. نعم بالفعل. سحرون، افرح هذه بطاقتنا المجانية للدخول إلى القرية. المنجنيق جاهز بابا سنفور. حسناً شاطر، سنحاول جعل الغيمة كبيرة للحصول على المطر. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور، تعال بسرعة. سنفورة، ما الأمر؟ قوي نما وصار عملاقاً عملاقاً؟ أجل، وقد ذهب الآن ليأسر شرشبيل. يبدو أن هناك من عبث بخلطة المكبرة. بسرعة إلى القرية. يا لسنفرتي، هذا فظيع فعلا، وهذا كله بسببي. بسببك؟ أجل، هكذا إذن. كان يجب أن أعرف. انتظر حتى يعرف بابا سنفور. هيا يا سنافر، انتهت مشاكلكم، انظروا من معي. شرشبيل هلول. لا داعي إلى الخوف، لقد أمسكت بهما بيد واحدة وسأحفظهما إلى الأبد. سيكون هذا صعباً، صحيح؟ سوف أسنفرك درساً لن تنساه. مهلاً، هذا ليس عدلاً. أفلتني، أفلتني. والآن لنمسك بالباقين هلول. هذه الخلطة سببت المشاكل، لكنها قد تحلها أيضاً. يا سنافري، لنعمل بسرعة، هذا ما أريدكم أن تفعلوه. وأخيراً صرتم كلكم ملكي. هلهول. لا 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 لا. يوهو، نحن هنا، مؤكد لا يمكنك الإمساك بنا. Meow.
يهزؤون بك هالهول؟ ألا يمكنك الإمساك بصغار العقل؟ هالهول، نحن هنا. مستعدون يا سنافر؟ اقفزوا. هالهول، سمحت لهم بأن يغلبوك؟ يا لك من هري فرو فاشل. لن يمر هذا الأمر من دون عقاب هالهول. قررت أن أبقي كل السنافر لي وحدي. هالهول، ماذا؟ لا 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 هالهول، كنت أمزح فقط. سأدعك تأخذ بعض السنافر. الكثير من السنافر، كل السنافر. أنا لم أقصد ما قلته يا هالهول، أنا كنت أمزح. أترى أنا أضحك وقد أبدأ بالبكاء قريبا. قوي، بعض جذور الجن هذه قد تعيدك إلى حجمك الطبيعي. شكراً بابا سنفور، كان من الجيد أن أكون كبير الحجم، لكنني شعرت بالملل في الأعلى. أما هالهول فالخلطة ستفقد مفعولها تدريجاً، لكن ليس قبل أن يطارد شرشبيل بعيداً حيث لن يستطيع أن يجد قريتنا. والآن حان الوقت يا صغاري لتنظيف الفوضى. يا مفكر؟ نعم سيدي بابا سنفور، أنا هنا بابا سنفور. بابا سنفور، بذكائك ألا يمكنك أن تجد خلطة منظفة أستطيع استخدامها؟ خلطة أخرى؟ أوه لا، لا خلطة. كيف تجرؤ يا سنفور مفكر؟ كنت أمزح. النجدة، بابا سنفور ساعدني. أظن أن أول ما على مفكر تنظيفه هو أعماله. سنفورة، أظن أنك محقة سنفورياً. النجدة، النجدة، النجدة. هذا شيء تافه، أطلب شيئاً أهم كبوقي. ما رأيك في إعطاء البوق؟ بوقي؟ لكن هذا البوق أهم شيء عندي. لا بوق، لا اتفاق. حسناً حسناً.